مشاهدين احنا دائما نهتم بانظمتنا الغذائيه، لانه ظهرت في الاونه الاخيره العديد من الانظمه الغذائيه، بعضها لانقاص الوزن والاخرى لزيادته او لتخفيض الكوليسترول، وايضا يعيش او العيش لحياه طويله صحيه وغيرها من الاسباب. فعلا يا حمدة، وايضا مشاهدينا لحديث اكثر عن هذا الموضوع نرحب عبر زوم بالاستاذ عبد الرؤوف قرعيش، اخصائي تغذيه. صباحك ورد وسعاده وايجابيه وطاقه بعد. صباح الخيرات عليكم، ونشكركم كثير على الاستضافه هاي، وان شاء الله بنكون نفيد المشاهدين اكثر شيء في الحميه ان شاء الله. صباح استاذ عبد الرؤوف، شو هي الامور اللي يجب فعلا اخذها بعين الاعتبار قبل اختبار او اختيار نظام غذائي معين يناسب اجسادنا؟ طيب، اول شيء يعني انا عجبتني ان كلمه نظام غذائي، وهي الكلمه اللي من المفروض انه الكل بيمشي عليها، مش اللي هي اني بعمل دايت، تمام؟ لانه هي كلمه دايت يعني شويه قاسيه كمان وخطا. يعني النظام الغذائي يتدخل فيه امور كثيره، وقبل ما ابتدي النظام الغذائي هذا لازم اشوف اشياء كثيره. اولها حالتي الصحيه، هل بتسمح لي اني اتبع نظام غذائي ولا لا؟ يعني اذا كان عندي مثلا كوليسترول، ضغط، سكري، بشوف كمان مشاكل الصحيه اللي في الهرمونات، هل بتسمح لي اني اعمل نظام غذائي او لا؟ النقطه الثانيه، هل انا من النوع اللي بيتحرك ولا من النوع اللي جالس في البيت على طول؟ فإذا كنت من النوع اللي بتحرك، أكيد نظامي راح يختلف تماماً على واحد اللي جالس في البيت. ثالث شيء، نظامك الغذائي مش نفسه اللي هو نظام زميلك أو نظام حد من العيلة. يعني كل شخص له نظام غذائي مخصص، لأنه له علاقة بالدهون اللي موجودة في الجسم، معدل السوائل اللي موجودة في الجسم بحد ذاتها، وحتى اللي هي الدهون أو كمية الدهن والسعرات الحرارية اللي بيحتاجها جسمك. يعني أنا مثلا حاليا طفل صغير لما يجيني يقول عايز أعمل نظام غذائي، مش ححط له اللي هو نظام غذائي اللي بيكون نفسه نفس البالغ، لأنه احتياجاته غير وسعراته غير وكل شيء غير. صحيح. لأن أستاذ عبد الرؤوف، من الممكن، هل لازم دائما إحنا نلجأ لأخصائي تغذية عند اتباع الرجيم أو الحمية الغذائية؟ لأنه بصراحة إحنا نعترف إن إحنا لما نبى نسوي رجيم نبحث فقط على الإنترنت على حميات غذائية مختلفة ونقوم بممارستها، لكن هل لازم إن إحنا نروح لمختصين في هذا المجال؟ أكيد إذا حبيتي تعملين نظام غذائي صح وتتبعين النظام الغذائي الصحيح، لازم يكون استشاري غذائي أو تروحين لأخصائي تغذية. أول شيء بيحدد احتياجاتك، بيشوف شو هو هدفك من الحمية الغذائية أو من النظام الغذائي، وكمان كم الزيادة اللي عندك أو كم النقص اللي عندك على أساس أنه يعدل لك الوزن. فأنا لما أدور على النت، هو بيعملوا لك اللي هي منشور شخصي، يعني أو تجربة شخصية عملها، أو حد مثلا حط على النت أنه في نظام غذائي جديد مشهور بينزلك مش عارف أنا 5 كيلو في الأسبوع أو أسبوعين، فأنا بتبعه، أو مثلاً في 2 أو 3 اتبعوه وحصلوا نتيجة فأقول أنا أتبعه. بعد ما أتبعه ممكن بفترة أو خلال الشهر بيحصل لي مشاكل، يا إما مرات في حالات كثيرة بتحصلها مثلاً حصوة في الكلى، في الكبد تكون الإنزيمات شوية فيها مشاكل، فهي نتيجة أن اتباعهم أنظمة غذائية غلط ومش خاصة بهم. صحيح. فأنا عشان أتبع نظام صحيح لازم يكون في استشاري، أو أول شيء بفحص إذا عندي أي مشاكل صحية، إذا عندي نقص فيتامينات، أملاح، إذا عندي ضغط، كوليسترول، إذا عندي مشاكل هرمونية ثانية. كل هذه الأشياء هي اللي بتخليك تعتمدي على النظام، وهذه طبعاً بتكون أفضل شيء مع استشاري تغذية. صحيح. أستاذ عبد الرؤوف، يعني أصبح في منتشر العديد من أنواع خلينا نقول الدايت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المشاهير اللي أكيد يتبعون العديد من الأنظمة الغذائية، نشوف أن مثلا الكيتو منتشر أو الهاي بروتين. خبرنا أكثر، شو هي أنواع الرجيمات أو الدايت اللي يتبعونها الأشخاص لفقدان الوزن، وأي واحد أكثر خلينا نقول أنه أمان لأكيد الأشخاص؟ طيب، بالنسبة للأنظمة الغذائية، هي أنظمة غذائية كثيرة، فيها نظام غذائي يعتمد على النباتات فقط، أو اللي هو الحمية الغذائية النباتية. نعم. في اللي هو نظام غذائي نباتي بس بيدخلوا معاه مثلاً الأسماك، يعني بيضيفوا لها الأسماك. فكمان في حمية غذائية اللي بتعتمد على البروتين، أو تعلي نسبة البروتين في النظام أو في اليوم تاعك، في الحمية تبعك. في كمان اللي هو نظام غذائي بيعتمد على تقليل نسبة الفات، وفي نظام غذائي بيعتمد انه يخفف نسبه الكربوهيدرات
لنسبة 20 إلى 5%. نعم. هذا هو اللي معروف حالياً في الكيتو، اللي هو 5%. نعم. بالضبط. من نسبة الكربوهيدرات، وبيعلي لك نسبة الفات، وبيخلي نسبة البروتين موديريت. نعم. هاي النظام موجود كمان حالياً. وفي نظام اللي هو اللو أو يعتمد على السعرات، يعني مثلاً أنت احتياجاتك في اليوم حوالي 1200 سعرة، فيقول لك أنا بعطيك من الغذاء تبعك في اليوم أو الإنتيك بتكون بس 1000 سعرة 1100 سعرة. نعم. على أساس أنك تكون صحيح. اللي هو أستاذ عبد الرؤوف، خبرنا أكثر في دايت أظني بعد منتشر، واللي هو دايت كامبريدج، شو هو اللي هو تبع الصيام، اللي يعتمد على أظني خلال اليوم كله فقط أنواع شربات معينة. أنا بالنسبة لي اللي الأشياء اللي بتعتمد أكثر شيء على السوائل، أو تعتمد مثلاً على زي اللي هو الرجيمات خاطئة، في بعض الرجيمات خاطئة كذا تعتمد مثلاً سوائل على طول، أو تعتمد لك على تمر ومي، تعتمد لك على حليب وتمر. ففي أنواع كثيرة من الرجيمات الخاطئة. أنا بفضل أنه لما نعمل اللي هو نظام غذائي أو حمية غذائية، لازم أشوف أول شيء احتياجاتي، وبعدين استشير هل بينفع اني اتبع الحميه هذه او لا. صحيح. نعم. انه في بعض مثلا الحالات اللي بتكون مثلا مصاحبه مع مشاكل صحيه او شيء، بنقدر نتبع حميه السوائل او اللي هي الشوربات او شيء مثل هاي لفتره معينه، نقدر نقول ممكن توصل حتى الشهر او اكثر يعني، بس بعدها لازم يتغير النظام وندخل اشياء بتكون صحيه كمان، ونخلي حتى الامعاء والمعده تبعنا تشتغل شغلها الطبيعي. صحيح. الحمية الغذائية يعني أنه نتبعها بس من الانترنت، أو من أنها حد مثلاً مشهور نزلها عن تجربة شخصية، فهذا غلط، لأنه جسمك بيختلف على جسم الشخص المشهور. نعم. وأيضاً أستاذ عبد الرؤوف، كلمنا ما هي طبعاً الحميات الغذائية المناسبة للأشخاص اللي عندهم ارتفاع أو انخفاض في الكوليسترول، وأيضاً انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم؟ طيب، بالنسبة للي معروف إنه في ضغط الدم إنه يتبعون حمية اللي هي الداش، أو اللي هي تكون حمية خاصة بضغط الدم، بس بالنسبة لنا كنصيحة إنه ممكن نوجههم أكثر شيء لأخذ نسبة من الأسماك أو المأكولات البحرية، تكون غنية لأنها بالأوميغا 3 وغنية كمان بفيتامين دي وشوية أملاح، وهي ما يساعد الجسم كمان حتى على تخفيف اللي هو نسب الضغط، وتعدل كمان مستويات الكوليسترول واشياء. نعم. كمان انه لازم يدخلوا في يومهم نسبه من الخضار او الخضروات، بالاضافه لبعض السوائل، وهي مهمه، شكلها مهمه جدا جدا. نعم. بالاضافه لتخفيف الموالح بصفه كبيره، او الابتعاد عنها، او تغييرها باملاح بتكون 50% اللي هو الصوديوم فيها، او لو صوديوم او بديل يعني. نعم. أستاذ عبد الرؤوف، يلجأ العديد من الأشخاص لأخذ بعض الأدوية مع أكيد الدايت علشان أكيد ينقصون من وزنهم، ومنهم أظني شيء اسمه الكرناتين، هل أنت مع أو ضد هذا الموضوع؟ بالنسبة لأخذ اللي هي السابليمنتس أو المكملات، لازم يكون عن طريق كمان استشاري أفضل شيء. واجهتنا مشاكل شوي في الفترة اللي فاتت، أنه بعض الترينر مثلاً بيعطوا لهم زي أنك تأخذ التابلت هذا، تأخذ التابلت هذا، تأخذ المكمل هذا في بداية اللي هي تدريبة في البيت، أو اللي هي في لما فتحت الصالة. فالمشكلة الأساسية أنك بتعطيه وصفات بدون ما تعرف يعني جسمه كيف يشتغل، أو جسمه قابليته شو، أو هل عنده حساسية ما عنده حساسية وأشياء. نعم. بتكون سيف المكملات هذه الغذائية، وتكون كمان لها نتيجة إذا اتبعنا حمية غذائية صحيحة، وإذا عرفنا هل عندك مشكلة صحية أو لا. بس إذا صحيح. أخذناها، أنا عندي مثلا ضغط وباخذ لي مش عارف أنا الكافيين عالي في اليوم، أو باخذ لي شغلة فيها نسبة صوديوم عالي أو شيء مثل هاي، وبعدين إيه بحس بنبض يتسارع كثير. نعم. وبقول لا، المكمل هذا أو المنتج هذا باعوه لي مغشوش. لا، المنتج مش مغشوش، والمنتج جاب نتيجة معك، ولكن أنت عندك مشكلة صحية، فما ينفع أنك تأخذ. نعم. صحيح. فلازم نأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية قبل ما نأخذ المنتج. يقومون أكيد بالقيام ببعض الفحوصات مسبقاً. صحيح. أكيد. طبعاً. أستاذ كنت معنا عبر تطبيق زوم، الأستاذ عبد الرؤوف قريش، وهو أنت طبعاً عفواً أخصائي تغذية، شكراً على تواصلك اليوم معنا. نشكركم كثير كمان على الاستضافة، وإذا في كمان أي استشارات أو أسئلة هالحين تطرحونها قبل ما نقفل
كمان احنا جاهزين. بنطرش لك على الخاص باذن الله. ان شاء الله. انا متحمسه علشان الدايت اللي بنسويه مستقبل قريب. ان شاء الله. ان شاء الله.